هناك ثلاثة اضطرابات نفسية هي الأكثر شيوعا بين الناجين، تتمثل في ردات الفعل العنيفة والتوتر والحزن العميق بسبب ما خسروه. البعض تجددت لديهم أمراض نفسية قديمة أيقظها الزلزال. أتحدث مع الناجين وأسألهم إن كانوا يعانون من مشكلات نفسية. يجيبني البعض أنهم يشتكون من صعوبة النوم وفقدان الشهية، بعضهم عدواني للغاية. كلها علامات تدل على إصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة. نحاول مساعدتهم وعرضهم على طبيب نفسي. لا أستطيع النوم، أخلد إليه عند الثالثة صباحاً وأستيقظ عند الخامسة أو السادسة صباحاً. ابني يعاني من نفس المشكلة، يستيقظ عدة مرات في الليل ويصرخ خوفاً من الزلزال.